هناك في الأسابيع القادمة إن شاء الله ساعات النائب سيتم افتتاح أول محطة حكومية للطاقة المتجددة في المحافظة الجنوبية إن شاء الله، بطاقة إنتاجية 5 ميجاوات بتكلفة 7 مليون دينار بحريني، ستليها مشاريع أخرى إن شاء الله في الطاقة المتجددة. فأنا استغل هذه الفرصة لأكد لك أن مشاريع الحكومة في مجال الطاقة المتجددة إن شاء الله مستمرة. وأيضا فيما يتعلق ساعات النائب تطرقت إلى جزئية تشجيع المواطنين، أي مبادرات تشجع المواطنين إحنا معاها إن شاء الله ونتعاون معكم في تنفيذها.